مين زي المجرم اللي امبارح كان بيقول كلام هايف وهرتلة، كان بيقول إيحاءات ما ينفعش يقولها غير القوادين. لما يقول على مصر العظيمة إنها في 2011 كشفت ظهرها ولا مؤاخذة بينت كتفها، اللي كشف ستر مصر العساكر مش الثورة، الثورة اللي اتحركت علشان ستر مصر انتوا اللي كشفتوا الستر، انتوا اللي فضحتوا البلد، انتوا اللي عملتوا كشوف العذرية، انتوا اللي قتلتوا الناس، انتوا اللي قتلتوا المصريين وتخليتهم عن تيران وصنافير ومية النيل، انتوا اللي بتجوعوا البلد وتتاجروا بعرضها كما القوادين، زي المصطلح اللي اتكلم بيه السيسي امبارح. امبارح السيسي كان موجود في تونس، كان في الشوارع والناس بتحتفل، افتكرت السيسي معانا يا جماعه فيديو التوانسه وهم بيتكلموا عن السيسي. السيسي كان حاضر في شوارع تونس، السيسي كان حاضر في شوارع قرطاج، السيسي كان حاضر في كل شوارع الجمهوريه التونسيه امبارح وهم بيحتفلوا بقيس سعيد رئيس تونس المنتخب الغير مؤدلج اللي لا تبع يمين ولا يسار، اللي جاب باراده حره اكتر من 75% من تونس جابت قيس سعيد. التوانسه ما نسيوش يقولوا لنا كلمتين لعبد الفتاح السيسي، ذكروه في الشوارع بس شتان ما بين ذكر قيس سعيد وذكر عبد الفتاح السيسي اللي حابس مصر وعاررها وكاشف سترها. تعالوا نشوف التوانسه قالوا ايه عليه امبارح. كده لعبد الفتاح السيسي واحنا كمان مش هننساه ولازم نقول له كلمتين النهارده. بنقول له الحلم بيطرح في ميعاده واوانه يقوم، بالناس لو نزلت للشارع هتفت هنكون، ونوينا الحلم هيتحقق ونوري الكون. ابدا يا بهيه ما تتعري، ابدا يا بهيه ما يتعرى ظهرك ويهون كتفك ومشاعرك وشعورك، كما قال مجنون أحلامه يكمل في هلوسه وخيال ملعون، ما بقاش في جرابه خلاص حاجة غير شبه جنون، من خيبة لنكسة لهزايم وكلام معجون بالوهم الساكن في دماغه ضحك على دقون، ويقول لك كمل واستحمل واعبد فرعون، يا بتاع مشيها عشان تمشي ومسيرها تهون. كذاب والله، كذاب والله، بتتقندل ومفيش مضمون غير دمك بس على جزمهم وكلام مدهون بالزبدة الصبح، يقوم سايح وبيملى الكون تريقة واللعنة على غباوتك. صدقت يا دون أنجاس ولا مرة في يوم صدقوا وشافوك بعيون غير بس يا دوب خدام أقرب وكمان ملعون، موروث علشان بس الخدمة وتسد ديون أخدوها عشان بكرة عيالهم وسابوك مطحون، مسموح لك بس يا دوب تاكل في بواقي صحون بعد اما كلابهم تستكفى ويملوها بطول، وانت تمشيها عشان تمشي وتتمنى تهون، وبيطلع نقبك على شونة وبتفضل دون خدام لكلابهم وبتحلم يجي يوم وتكون، مسموح لك بس يوم تشبع وتملاها بطون، يا بتاع مشيها عشان تمشي وعامل مجنون مستني هتطرح وحديها من غير ما تكون، حتى بتسقيها خيال ثورة وتدفع عربون. خلاص خلاص يا جماعة والله العظيم، اللي شايف عبد الفتاح السيسي قدامه وشايف كلامه وشايف اللي بيعمله تقدر تقول له خلاص والله بيخلص وبانت آخرته السودة، هيحزق قد ما هيحزق ويرجع لك يا موعودة كأشباهه من السفهة بإيد فاضية وممدودة بمكياجه على الخلقة وصابغ شعره على الموضة، وهيتهته كما العادة ويتقصع كما دودة، تلاقي الهم داخلك لو انت محصن الأوضة، شتيمة في أهله من الشارع بتفتح أي مسدودة، سواء ودنك سواء صالة سواء حتى جدار أوضة، مع الدعوات من الطازة بحرقة ويد مشدودة وواصل للسمك فوفها ومفتوحة ومفرودة، خلاص والله بيخلص.
وبانت اخرته السوداء. محمد رسول الله.